متواجدين حاليا في منطقة جديتا، يعني هاي المنطقة تبعد حوالي 100 كيلومتر عن عمان، وهي أكبر قرية في لواء الكورة. موجودين اليوم نحن لأنه بدنا نرصد حالة حادثة ورح نتعرف عليها وحضراتكم تبعا. شكرا. متبنيين بالأردن اليوم، رسالتنا أن نكون صوت المواطن، وإن شاء الله كله للهدف يعني الإصلاحي، حتى لا تتكرر مثل يعني هذه الأمور مع أطفال أخرى. أنا بناشد يعني الدولة القائمين على هكذا مراكز الاعتناء، الرقابة بشكل دائم. يعني أنا فوجئت إنه كيف إن ترخيص تربية لا تحاسب ولا تراقب بهذه مثل التنمية الاجتماعية، ليش ما يكونوا كلهم تحت مظلة التنمية الاجتماعية؟ هلا يعني على العموم احنا كمان ايضا يعني رح يكون عندنا اتصالات مع المختصين بوزارة التربية والتعليم حتى نعرف النظام يعني وآلية الرقابة. بس يا ابو محمد يعني لا يعقل ايضا انه دائما يكون في رقيب، يعني الرقيب الداخلي، الوازع الداخلي هو الاهم. يعني قد ما بدهم يجندوا هالوزارات ليس دفاعا عنهم، بس اذا الواحد يعني اكيد لازم يكون في اليات للرقابة، بس اذا يعني مش كل يوم رح يكون عندهم رقيب، صح؟ الرقيب يجب ان يكون الضمير، يعني هذا الضمير الحي. الحمد لله. وأنا بحب أعقب على الموضوع من البداية للنهاية، إنه إذا إحنا بنسيء للولد هذا بأمانة عندنا، أنا بعتبره الهدي وأمانة من رب العالمين، وإن شاء الله راح نحافظ عليها، وإن شاء الله مش راح نوقف هون. إنه يعني خلاص إنه مركز كان أساء للولد، أو إنهم حكوا، أو إنه بسيئوا للولد، أو إحنا بنسيء له، أعوذ بالله، احنا راح نواصل وراح نكمل مسيرة تعليمه ومسيرة ان شاء الله تحسين السلوك، تحسين النطق عند محمد، لحتى ان شاء الله يقدر يخدم نفسه. انا بحاول اوصله لمرحلة انه بس يخدم نفسه ويعتمد على ذاته، ما بدي منه لا شهادات ولا اي اشي بالدنيا. انا من ام موجوعة 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 24 ساعة محمد، ما ببطلش حركة، بطلش تكسير، بطلش اشي. فأنا لما بحاول أدخله مركز أنا بدي أشوف الأفضل لابني. أنا ما بحب محمد يقعد بالبيت عالي، إنه أنا أخدمه، أنا أقدم له، أنا بحاول إنه يعتمد على نفسه بالطعام، بحاول أقدم له الطعام إنه يأكل، حتى لو خبص، حتى لو خرب لي إشي، بس بحاول إني أطعمه وهو يعتمد على نفسه. كمان بدي أخدم نفسه بشغلات ثانية. أنا بدي أوصله لمرحلة الأمان، إنه يعتمد على نفسه، إنه بالاعتماد على نفسه بس بأموره الشخصية، لهون بدي أوصله. أنا بديش علمهم ولا شهاداتهم ولا إنهم هم يقيموني إني بسيء لابني أو لا. هاي غريزة أمومة، إذا أنا بسيء لابني معناته أنا ما بستاهلش أكون أمه، حتى لو شو ما كان ابني، يمكن يكون معاق، يمكن يكون سليم. أنا إذا بدي عامل المعاق أو الطفل المريض وأعامل السليم بتمييز، معناته لا يمكن تكون هون في إشي اسمه أمومة، ويمكن هو بكون له وضع خاص، فأنت بتعامليه بإشي خاص، بدك تعامليه الأفضل والأحسن. يمكن أنا بعترف أني بجور على ثابت وبقصر بحقه كثير، وبعتذر له قدام العالم كله، بعتذر لثابت أني ثابت أنا إذا قصرت بحقك مش بإيدي. رائعة أنت، رائعة يا أم محمد. نهيئ له ظروف إن شاء الله أحسن. شفت إذا شاف الباب، إحنا باب يمكن محمد ما أخذ كل وقتي كل اهتمامي، بحاول أوفر الأفضل يكون ببيئة آمنة. يعني يمكن شايف هو ما فيش إشي على مستوى كاسي بقدرش أحطه قدامه إلا إذا تأكون موجودة جنبه أو أبوي يكون موجود جنبه. أنا بتحدى العالم كله إنه حدا يطعن بأمتي لمحمد أو إني بسيئله، وبتحدى ابتسام الغول أو أي حدا ثاني بتحدي بيننا وبين ربنا إنها تحط إيدها على القرآن وتثبت إنه إحنا أسأنا له، سواء أنا أو أبو أو أخوه، وإحنا نحط إيدنا على القرآن أمام الله وتثبت إنه بس أنا بدي اليمين منها أو من أي واحد بشك إنه أسأنا لمحمد بأي إشي. يعني واضح، واضح صدقك وأمومتك، الله يعطيك ألف عافية. يعني عدة مرات من ضمن المرات بتقول لي أم محمد إنه الولد بتعرض لتجريس تحت الإبط في المنطقة هاي، فأنا شفتهم
أظافر واحد كبير مش صغير. حكيت للأخت ابتسام، قلت لها يا أخت ابتسام أنا أرجو ما تتكررش الموضوع، هذا الموضوع هيك هيك في أظافر. قالت لها بجوز الأولاد صغار وممكن واحد دخل من صف ثاني وأذى. قلت لها ماشي، برغم إن هاي أظافر واحد كبير. ففوجئت أنا أول أمس أثناء استلامي للطفل، ذهب لاستلام الطفل، فبتقول لي الأخت المسؤولة عن تدريسه، بتقول لي أنا آسف يا أم محمد وأنا أعالج فيه بالتواصل البصري، محمد مسك القداحة وحرك حاله في إيده، ما حكيت لي عن وجوه، ما حكيت ليش. قلت له ماشي يا عمي، إذا الموضوع موضوع خطأ أثناء الدراسة أنا مسامح مش مشكلة، ولكن أرجو أنه ما يكونش الموضوع اعتداء. صعبت حالي وروحت من المركز، أنا روحت متضايق كثير صحيح يعني. اتصلت على الأخت ابتسام مديرة المركز مباشرة، حكيت لي الوضع 1 2 3، الولد تعرض لحرق في ايده، ارجو ان الموضوع ما يتكررش. انا ما قررت حاليا الشكوى حالته الان. بتقول لي انا بوعدك بالموضوع وانا اسفه وانا بكره بجيب له دواء للحرق، دواء من الاحمر للحرق بالحرف الواحد والله. قلت لها ماشي الحال، سحبت حالي وروحت. فانا بالصدفه انا وجدت الشباب في المجمع الجديد بدي اروح معهم، بقول لي مال وجه ابنك، ليش وجه ابنك محروق؟ انا ما كنت منتبه لوجه ابني. فبطلع وجبني محروق. انا بالوقت هذا عرفت انه اللي اخفوا علي شغلات معينه، فانا قررت اتقدم بشكوى. ذهبت الى جماعه حمايه الاسره، الصحيح ما قصروا، ولكن قالوا انه هذا مش اختصاصنا، احنا كونا مدرسه ترخيص تربيه، فاحنا تربيه والتعليم، التربيه والتعليم نعم، احنا اختصاصنا لونا ترخيص تنميه اجتماعيه. نعم. طب انا وين اذهب الان؟ قالوا لي اذهب لمركز امن الجنوبي. توجهت انا كون اختصاص المنطقه مركز امن الجنوبي، جيت لعندهم قدمت الشكوى، اعطوني على اساس اجيب تقرير طبي من مستشفى الاميره بسمه الحكومي. ذهبت لمستشفى الاميره بسمه الحكومي، واذا انا باجد انه من عند موظف السجل ولغايه الطبيب متعاون جدا معهم، بدليل اعطوني يعني انا موظف السجل متعاون مع المدرسة؟ مع المدرسة. كيف طيب ايش؟ انا بحكي يا موظف السجل، بقول له الولد اتعرض للاعتداء في مدرسة اعاقات، بقول لي انا بدي اكتب لك اياه، هذا مشاجرة. بقول له هذا الولد معاق جسديا، بيدركش اي شيء، لا بتشاجر ولا شيء. قال لي لا احنا ما عندناش يا اما حادث سير يا اما مشاجرة. فكتبها انا، هياتها موجودة، تحبي أورجيك إياها؟ كتبها مشاجرة، دقيقة، هيا كتبها مشاجرة إذا بتحب تصورها، مشاجرة ورد مسحها مرة ثانية مشاجرة، ومع إصراري أنا إنه يكتب اعتداء، كتب اعتداء بعد إصراري. دخلت لعند الطبيب، يعني الطبيب حتى الطبيب مش متكلف يحكي معي، بقول له يا دكتور هيك هيك الوضع، قال وماشي، وأنا يعني يا دوب مشاني. فكتب لي حتى التقرير اللي كتبه اللي اثبت لي انه متعاون معهم، انه التقرير كتب احمرار بالوجه، احمرار وليس حرق، برغم هذا الحرق موجود هيات الطفل يعني ما بدوش، وبرغم اعتراف المدرس اللي حرقته. فانا يعني من هذا الباب انا بناشد جلال سيدنا ومن قناتكم جلاله الملك بالتدخل والرقابه على هيك مراكز، لأنه ابني اليوم تعرض للحرق، في أطفال ممكن تموت تحت أيديهم وما حد يعرف.